السلام عليكم. اليوم راح نلعب ليتل نايت ميرز او كوابيس صغيره، فاستعدوا لان راح تشوفوا رعب، الغاز وشويه بثاره. فربطوا الحزام واستعدوا. طيب خلينا ننقز هنا. والله كيوت يا اخي، الشخصيه مره كيوت صغيره، عرفت؟ اوه ايش هذا؟ فواكه، خضروات، مطبخ. هذا مطبخ صح؟ من وين طلع ذا؟ طيب لا تسمع. طيب مشي، شافني؟ لا 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 لا، تكفى. ايوه روح يمين. والله جالس يدورني، يخرب بيت عملاق او انا صغير. ما ادري واحده منهم. لا 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 لا، جالس يشو هوت دوغ بالعافيه والله. طيب المفروض امشي يمين. طيب خل يفضحك الله يفضحك. لا تقول شافني، لا تقول شافني، لا حين شافني ولا لا؟ جالس تنظر. اوه اشواي واحط الملح، خذ راحتك والله انت عسل. روح يلا. الله يستر لا تطلع صوتي يرحم ابوك. لا شافني. لا 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 لا، اصبر ابن الحلال، اصبر. والله الحين بيطبخني بيسوي. لا تقول بيقطعني. لا تحط المشا. والله حشاني في السمك. اوكي خلينا نزبن هنا. والله مكاني سيء. ايوه تعجبني، في مفتاح يا اخي، عشان اطلع لازم مفتاح. اوه في مخرج فوق. تكفى لا تجيب العيد، تكفى. ايوه خلوك زي كذا. طيب وانا الحبيب، هلا والله، هلا بالعسل. يا خرب بيت حتى سمك فوق. تكفى قول لنا المفتاح هنا، تكفى. في مخرج، يس. والله الغرفة تخرع، واحد نايم. لا تقول لي من هذا اللي نايم. المفتاح هناك يا عيال، تشوفوه؟ يا ساتر، صح منه صح منه. هذا طباخ ثاني يعني؟ والله اعطيته انتحار. طيب خلني برمي هذه بعيد. اما ما سمع صوتها، والله نومه ثقيل. اوكي ازبن، يخرب بيته، هذا اخوه يعني؟ روح والله واضح انه مفهي، والله شكله مثقل. عرفت بعد الغداء، عرفت؟ كبسة ولا مندي؟ والله يستر، الحين بدل واحد صار اثنين، يا حبيبي. طيب هذا اي واحد فيهم؟ يعني على اساس بفرق بينهم. ولا كأنه صاير شيء، عرفت؟ خليني اروح هناك، طيب، اروح زي كذا. بعدين اصبر شوي، اذا راح يسار انا بدخل يمين. ايوه بالضبط سلام. ايوه خلك في المشاوي والروقان. اوكي في هنا هذا يا اخي، ايش اسمه هذا؟ والله ما ادري بالضبط، بس خلي والله غش يا عيال، والله غش يا عيال. تكفى. والله عطيتها شد يا الذيب. لا 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 لا. اوكي هنا مو مشكلة، دور على كيفك. جبن بالعافية والله، بالعافية والله، والله حطها في الجيب على طول. خذ راحتك، شيك على البضاعة. كيف الطبخ معاك؟ والله ازبن يا ذيب،
والله الحين بيشوفني. لحظة لحظة بيعرف وين مكاني. اصبر اصبر. ايه شفته كيف نزل على طول. اوه لا 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 لا. اوكي اوكي وش جالس اسوي؟ فتح الباب فتح الباب فتح الباب. يا ساتر. لا لا اصبر يبلع. اصبر اصبر دقيقه دقيقه اصبر. لا يا اخي لا شافني. لا 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 تكفى لا تكفى لا تكفى 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 يبلع. لا اصبر والله شقني اخذني من هنا من هنا. اوكي خلينا ننزل من هنا على امل انه ما يشوفني. هذا لو نزل راسه سنتيمتر واحد بشقني شق. شوف كيف. اوه هالشوية شيخ تكفى لا تجي تكفى. لا شافني شافني شافني. اصبر اصبر والله جالس اطبخ معك. اصبر يا حلال. اوه توي ملاحظ المفتاح ويعني المفروض اني اضغطها واخذ المفتاح واهرب. وين والله لو اني في بولي. شد شد اهرب. اوكي هي اي يا شيخ اي يا شيخ. عرف مكاني؟ لا حط تكفى سريع. اسبن. اوه والله جاني والله. تقول شافني؟ لا تقول شافني. لا 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 لا. فتح الباب حبيبي انت والله والله عسل. سكر والله ما. طيب ليش زعلت؟ افتح هذا الباب تعال هنا من الذيب. اوكي وادخل. طيب هذا تقول لي طيب وين؟ اوه اجينا من تحت. يخرب بيت الخرافة يا اخي. هذا هو موجود. اوه يغسل بعد. اوه هذول اثنين هم. يا ساتر والله الاخوين هذولي يسووا كل شيء في العالم. تكفى تكفى. لا اوكي ما شافوني ما شافوني صح. تكفى تكفى خلك خلك في الطبخ. ما شافني. يا اخو انا بسوي شيء يمكن يكون غبي شوي بس اتوقع هو الحل. بما ان ما نقدر ننقز يمين فاتوقع لازم ننقز في النص. اوكي لا يا فضيحه تكفى ما اقدر اشوف. اوكي ما يقدر يجيني. اسبن اسبن اسبن. فتح الباب والله والله واحد لاحقني معاي يا عيال. اوكي ما اقدر يجيني ما اقدر يجيني صح. خبطه جاني جاني جاني. ها شد شد يا خبطه. لا لا تكفى يا اخي حرام يا اخي. ايوه مد يدك. حلو انا اجي هنا والحس مخك. والله جالس يرمي علي اشياء. ايه يا شيخ وخر ايه خلاص 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 ايه وخر يلا. اوف يخرب بيتهم. لا تقول لي بيجوني بعد. خلص يس يا شيخ يس. ابلع
ابلع انت وياه ابلع. اي يا شيخ. اوه 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 والله تعبت يا جماعه، والله تعبت. واو. اكتبوا لي يا جماعه بالكومنتس اذا حابين نكمل اللعبه. انا بالنسبه لي جدا استمتعت، صحيح انهم ابثروني وازعجوني شوي، بس صراحه استمتعت. بس هذا كان اليوم، اشوفكم على خير يا جماعه. كان مع اخوكم ادم زومبي كلر اتش كيو، مع السلامه. لا تكفوا تكفوا. لا يا رحمن، لا ويخرب بيتك، من وين طلعت انت؟ ها؟